ام مين يا فندم؟ ام نور. اتفضلي يا ام نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزيت معنا خيرا يا امين يا رب. امين يا رب. من فتره كانت حصلت حريقه كبيره في البيت عندنا. الله. كنت انا الوحيده اللي صاحيه. كان في ظرف يعني طول الليل وسهرانين لحد صلاه الفجر وانا صحيت بدري. وانا الوحيده اللي شفتها. والحريقه دي كانت تحتها زي انبوبه بوتاجاز او حاجه، لا قدر الله لو النار يعني طالتها البيت هيقع. فصحيت جوزي واخدت ابني على كتفي ونزلت عشان اصحي حماية وحماتي واخوات زوجي وكده وملبسي. انتوا برضو قاعدين مع بعضيكوا؟ قاعدين مع بعضيكوا؟ العيله قاعده مع بعضها. انا عايزه الحقهم يعني هم من اي حاجه. فربنا ستر ان احنا كنا في الشتاء فنزلت ما لبستش حاجه على راسي. ولحد دلوقتي انا يعني كل ما افتكر الموضوع ده استحي من الله، يعني الواحد الامر بيد الله، ويعني واللي كان هيحصل كان هيحصل. مش عارفه انا خايفه، يعني خايفه يكون ده حاجه وحشه في قلبي. لا ان شاء الله سلامه قلبك. اولا عايز اقول على موضوع شعري، يعني نزلت بشعري، واني صححيلي لو انا مش فاهم قولي لي لا. ايوه. وان احساسك انك نزلتي من وكنت يعني من غير ما تحطي طرحه، من غير ما تحطي طرحه، حاسه انك انت كده مش عندكيش يقين بالله، وانك نزلتي متعجله فنسيتي حاجه ما كانش المفروض تنسيها، وان كل ما قدر الرحمن مفعوله واللي كان هيحصل كان هيحصل، وان ده ضعف دين مني، الشيطان هيقطعك وهيموتك وانت هبله. ولما اقول لحد فيكم انت هبله انا بكلم بنوتي ومش بشتمها ولا باسيء اليها، ولكن بقول يعني ضعيفه العلم بس باسلوب لطيف شويه، بيتي كانك انت بنتي وقاعده قدامي واقول لك بطلي هبل يا بت. لكن لما تحفظ انا والله العظيم لا اضارع، انا مش عايز التحفظ اللي لحقتني ده وقتلكم. يعني بعض الناس يقول لك ايه ده قال يا هبله، ده بيقول يا هبله، لا انت مش هبله. انا بعتذر دلوقتي عن هذا اللفظ برضو ومش هقوله تاني ابدا. أنا اوعدكم. قولي. عايز اقول حاجه، انا ما نسيتش، يعني هي جت في بالي بس انا كنت يعني انا خفت عليهم. طب انا بس هقول لك اهو على حاجه، اعرفي بقى الدين الصح في جمله واحده. اتفضل. ده انت تنزلي عند الحريقه ان شاء الله بلبوص ولا تبقي ضعيفة الإيمان ولا حاجة أبدا، لأن ده اسمه وقت ضرورة، والدين وضح الضرورات. وسيدنا موسى خاف لما لقى العصي بتاعت الصحراء قدامه بتتحرك، فأوجس في نفسه خيفة موسى. ربنا اللي قال له ما تخافش انت معاك الأعلى، ما قالوش انت كافر ولا ضعيف إيمان بيا. ولما بعته هو واخوه وقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف، أدي الجوز هم مع بعض، أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فمش عيب ولا ضعف دين إن البني آدم يخاف، وإنه يخاف من النار، وإنه يخاف من الفقر في سورة التوبة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، بعد ما قال لهم إن المشركين دول نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلما ربنا عارف وهو بكل شيء عليم مش ببعض إن المسلمين هيخافوا من الفقر أو ويقولوا طب فين الاقتصاد لما ما يجوش المشركين البيت الحرام وبيدفعوا وبياكلوا وبيبيعوا وبيشتروا وبينعشوا الحالة الاقتصادية؟ قال لهم أنا أغنيكم، اسمعوا كلامي وأنا أغنيكم، ربنا قال لهم كده. فأنا عايز أقول لك ما تخافيش، ده شيطان هيهبلك ويجننك ويكفرك أوانطة بمعلوماتك السطحية. أرجوكم إن شاء الله يا أختي لا شيء عليكي، إحنا بنشطب في آخر ثانية وبطمنك، والخوف لا ينتقض أبدا مع اليقين وبحسن